هو تعالوا نشوف جانب من كلمه وتصريح كابتن سامي قمصان ونرجع نكمل. اتفضل. انت قلت مش شرط كل مباراه اللي انت تسجل فيها عدد كبير من الاهداف، لكن اهم حاجه المكسب. الحمد لله اعتقد الشوط الثاني اللعيبه اجتهدت وكان في اصرار ان انت تحسم المباراه. الحمد لله قدرنا الحمد لله نحسمها، وان شاء الله نركز في المباراه القادمه ان شاء الله. يمكن من المباراه الاولى تحديدا مباراه الاسماعيلي، يمكن زي ما شفنا محتاجه شخصيه مدرب ومحتاجه شخصيه جهاز فني، لان الشكل العام الناس اتلخبطت فيه شويه. لكن الحقيقه بيرسي تاو وميكيسوني وادائهم المميز مع الكوكبه اللي معانا دي الحقيقه كابتن سامي كان ادائها مميز جدا. النهارده شايف الاختلاف في ايه؟ هل نقدر نقول فريق البنك الاهلي قرى شويه الامور الخاصه بينا، ولا شايف الاختلاف النهارده؟ لا انت طبيعي طبيعي انت مش هتقدر تلعب كل مباراه بنفس الاداء دوت. يعني النهارده زي ما انت قلت ان هم عملوا كثافه في التلت الهجومي، كنا احنا بعاد شويه عن بعض في الشوط الاولاني، خصوصا لويس وبيرس وقفشه. لكن اعتقد الحمد لله الشوط الثاني رجعنا للعبنا بالطريقه الطبيعيه. يمكن كنا اتكلمنا قبل كده برضو ان احنا الراجل بيشتغل في كذا طريقه، عشان برضو لو طريقه اتقفلت تقدر يبقى عندك حلول. اعتقد الحمد لله دي غيرنا طريقه اللعب وقدرنا الحمد لله نسجل هدف. الحمد لله انا عارف ان خلاص يمكن مجرد المباراه تنتهي يا كابتن سامي بنقفل كل اللي فيها، وعندنا مباراه مهمه جدا وهي مباراه الزمالك، ليها حسابات خاصه جماهيريا وايضا كمان بالنسبه للجهاز الفني وايضا كمان مع لعيبه النادي الاهلي. التحضير هيتم ازاي للمباراه؟ البرنامج ماشي ازاي؟ وكلمنا على تركيز اللاعبين في هذه المباراه القويه جدا يا كابتن. يعني طبعا مباراه مهمه زي ما انت قلت، مباراة القمة طبعا في اي توقيت بتبقى مباراة كبيرة. عندنا تمرين بكرة الصبح ان شاء الله، وعندنا ماتش ودي للعيبة اللي ما شاركتش يوم الثلاث، وبعد كده عندنا معسكر ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس، وان شاء الله المباراة ان شاء الله الجمعة باذن الله. السكواد المميز والتوليفة المميزة اللي معانا، ويمكن العناصر المتواجدة والعناصر اللي جت معانا مديانا امل ومديه الجمهور امل ان الفترة اللي جاية مع التوالي المباراة يا كابتن سامي الشكل هيكون احسن من كده والاداء هيكون احسن من كده. شايف الامر ده ازاي يا كابتن؟ طبيعي لسه بدري جدا، انت بتلعب دوري عام موسم كامل، كمية مباريات كبيرة جدا يعني. لكن في الاول والاخر انت بيبقى بتلعب خصم، الخصم ده اوقات كتيرة برضه بيشوفك بيشتغل عليك، ودي حاجة طبيعية يعني. لكن عندك حلول كتيرة وتقدر انت تحل، اعتقد دي حاجة ايجابية الحمد لله يعني. اعتقد برضه النهاردة زي ما انت شفت الحمد لله الشوط الثاني كان عندنا حلول بالناس اللي نزلت، عندنا دكة الحمد لله ما شاء الله كبيرة. النهاردة برضه حسام ما شاركش وكهربا ما شاركش، وعندنا طاهر بره وعندنا وليد سليمان بره، فاعتقد الحمد لله الحلول بتدينا طبعا أفضلية وتدينا استمرارية في الأداء. لكن ان شاء الله نركز كويس المباراه اللي جايه، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهورنا، ان شاء الله نستعد كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا بالثلاث نقاط ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، بنشوف حضور الجمهور ازاي رغم عدد قليل الحقيقه، لكن وحشنا صوت الجمهور وحشنا التحفيز والتشجيع الكبير اللي بنشوفه من جمهور النادي الاهلي. شفت النهارده حضور الجمهور ازاي في استاد الاهلي والسلام؟ اعتقد ادينا دفعه قويه جدا خصوصا الشوط الثاني، يعني مهم جدا. جمهور النادي الاهلي دايما بعد ربنا هو الدافع اللي بيحرك اللعيبه كلها وبيدي دفعه كبيره وبتحسسك بقوه. فان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان شاء الله المباريات اللي جايه ان شاء الله يكون حضور جماهيري اكتر، وان شاء الله جمهورنا يرجع تاني يدينا قوه تاني، وان شاء الله يدينا ان شاء الله روح النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نساعدهم ان شاء الله.